إلى ذات وطاقة. خلونا نسمعها بصوت محمد العرجاني أيضا ونرجع نعلق. ذات وطاقة، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. الدعاء والإجابة. دكتور تفضل. شوف، هذا الموضوع لأنه مهم، والله قعدت يومين وأنا ألخص كلام العلماء، لأنه أنت تفتح جوالك وأنا أفتح جوالي، الأدعية بالآلاف بالآلاف، هو لأن الدعاء ما يستجاب، يا أنه في خطأ في الدعاء. فأنا قعدت أبحث في الموضوع لين أجد الحقيقة. ما في أحد منا إلا أدعية، حتى واحد والله يعني يمزح يقول يا أحمد جوالي يوم الجمعة تطلع له لحية من كثرة الأدعية اللي تجي. أول شيء نجي للأدعية، العلماء حطوا شروط وآداب للدعاء، 13 شرط أبى أقولها لك إذا سمحت، لأنه هذا موضوع تاريخي مهم، حتى الناس اللي يرسلون يعني مو يتوقفون يعيدون النظر. ما في شك، أنا أقول لكم الآن ما في شك، كل من يرسل نواياه طيبة وقلبه سليم، ولكن النوايا لا تكفي. يعني أنت الحين تقول المغرب 3 ركعات طيبة قلب، تقول بخليها 4 أزيد زيادة الخير خيرين، لا لا، في أمور في العبادات توقيفية ما يزاد عليها. طيب الـ13 هذه إيش هي بالضبط؟ هي آداب وآداب الدعاء المقبول أو الدعاء الصحيح بالشريعة. أولا، أن يكون الدعاء خاليا من الرياء. قال تعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا. الرياء، أنت تقعد تقول كل شوي دعيت لك يا أحمد، دعيت لك دعيت لك دعيت لك، حنجي الحين كيف الدعاء الصحيح. اثنين، أن يكون بظهر الغيب. الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث واضح واضح: خير الدعاء دعاءك لأخيك بظهر الغيب. حتى أنت إذا دعيت لي بالغيب تقول اللهم ارزق أحمد سيارة، قال ولك بالمثل. ويذكرون في هنا قصة ظريفة، يقولون أنه واحد مرة زوجته وراه ويدعي يقول يا رب أنك تزوج فلان، فخبطت زوجته على طول، قالت له إيش هذا، أنت تدري أنه لما تدعي لأخوك بظهر الغيب ولك بالمثل، يعني تتزوج علي. شوف مثلا من الدعاء. ثلاثة، أن يكون الدعاء مقترنا بالتضرع الخفية. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، هذا كله في الأدلة أنا أجيب. واستكانة، يسموها الخضوع والتذلل، يعني هذه ما تلقاها بروحانية الواتساب أنك تحدد لستة وترسل لهم. الدعاء له روح وله مخ وله حرارة مفقودة هنا. 4، أن تدعو أنت بنفسك. قال تعالى: ادعوني أستجب لكم. ما تقول الوعد صحيح بتهر الغيب جميل، لكنك ترسل لي كل يوم أدعية بالواتساب، هذه ما هي لها من السنة ولا هي من مواصفات العلماء اللي قالوها. أيضا الدعاء لأخيك بظهر الغيب وليس برسالة واتساب. 6، أن يكون الدعاء مختصرا مختصرا. بعض الناس اللهم مرسل السحاب ومرسل حازم الأحزاب، ارزق أحمد طيب الصحاب وارزقه مدري، هذه العلماء بالذات تكلموا عنها أنها فيها تكلف وفيها سجع. دعاء الأنبياء في القرآن الكريم تتبعته، ما في دعاء يتجاوز 10 كلمات، مثلا أيوب: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، كلمة ورد غطاها دعاء، لأن الله عز وجل مطلع، لكن مطلوبة للحاح في الدعاء. أيضا 7، حضور القلب أثناء الدعاء بمعنى حرارة الدعاء. جاء في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي. إذن لما تكون برسالة وتحدد لستة هنا ما في حضور في القلب أبدا. 8، الإلحاح في الدعاء، ويكون من خلال الإلحاح بالقلب والإلحاح باللسان. 9، العزم في الدعاء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. 10، الإخلاص في الدعاء، يشمل الصدق والإخلاص والانكسار بين يدي الله. أيضا من 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 كلام عدم من من شروطه انه ما في تكلف، انه جاء عربي للرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، انا لا احسن دعائك ولا احسن دندنتك ولا احسن دندنه معاذ. فقال له الرسول: ماذا تقول؟ قال: اللهم نسالك الجنه واعوذ بك من النار. قال: حولها ندندن، يعني خلك في نفس الطريقه بدعائك البسيط. 11، تجنب التكلف في الدعاء وحفظ العبارات المسجوعه. 12، خفض الصوت في الدعاء. وفي الحديث قيل: يا رسول الله، الله بعيد فنناديه ام قريب فنناجيه؟ فانزل الله قوله تعالى: واذا سالك عبادي عني فاني قريب
قريب أجيبوا دعوة الداعي. أيضا كلام عمر بن الخطاب اللي قرأناه وهذا يلخص كل اللي قلته، قال أنا ما أحمل هم الإجابة لأن الإجابة من الله، أنا أحمل هم الدعاء، لأنه تأكد إذا كانت مدخلات الدعاء صحيحة ستكون المخرجات صحيحة، إذا كانت المقدمات صحيحة ستكون النتائج صحيحة. عمر بن الخطاب يجب أن يتوقف كل من يرسل أدعية في الواتساب ويشوف هل تنطبق عليه ولا لا. الله يقول أنا لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة تمام. بس أتمنى أنه حنا نفكر، أنا لا أقلل من قيمة الدعاء، أنا أريد أن أعيد للدعاء هيبته، للدعاء هيبته، هذا اللي أبغاه، لأنه ما كذا تحديد اللستة. يعني أنا ما أبغى أقول أنه بحد طلبة العلم قال أنه استهتار في الدعاء، ولا أبغى أقول أنها انتقاص في الدعاء. نحن نحسن الظن بالناس ونقول يا جماعة اللي بيدعي للعرفج لا يرسل لسنا، إذا جيت لحالك وبين يدي ربك ادعي لي بظهر الغيب عشان أنت تأخذ نصيبك. طيب جميل هذا المتابعة والاستقصاء الكامل حول الموضوع، بنروح